اخصامي جم يعملوا بوليكا فضت عليهم خزنة انا عايز احس باي فرح دام اخدني كتر الكلام بيسيب الام بتهد جسمي انا لو وقعت مع عمري مره ما حد فادني اخر المطاف اقعد واخاف وجاني رزمي عايش في زمان دبان بتعب بس نفسي ارتاح ولو في يوم اشوف افراح هتوب جايا مش على اسمي مش على اسمي فيكو الدخلاوي صباح شريف نوره مع وجاب نصايب خد منها مش صعب انك تدمنها قال لي يا صعبة بتجرحني كان نفسي ان ابعد عنها عشان اعسي دم خفيف كان فكر اني النبأ ليه وكل يوم شرب ونسوان ملعون ابوها اصحابي الكيف رموا الفتايل جنبي بارود عاملين اللي فينا سني سويرود وجم قالوا لي اخلع يا زميل انا قلت ده الداخل مفقود لو حرب ندخل ابوسنا جايين ومين فيكو عايزنا على عيني دايما تسندنا وفي ثانية فضت الخزنة وقفت خشمة
عمل السراير تملي معايا احلى على عيلتي السراير فخمت الاسم لوحده كفايا جهتنا اخويا رفع على علايا عليك يا نجم بنرمي سلام لسه جاي على العريس من النجم مني علام على حمو بقدم مصرح خمسة عليك سوشيال ميديا قرصنة اليوتيوب.